السلام عليكم أكملنا في الدروس السابقة برمجة هذه الفورمز فالآن المفروض بأن المستخدم بعد ما يدخل النيم والكوانتيتي ويختار الكاتيجوري المفروض بأن يضغط على Add Item يتم إضافة الأيتم فعلا إلى الأيتمز الافتراضية اللي عندنا ذكر بأن الأيتمز الافتراضية اللي عندنا هي هذه هي الـ Grocery Items بهذه الصورة List of Grocery Item اللي هو هذا الموديل اللي أنشأناه هذا للتذكير بتلاحظ مبدئيا احنا عندنا 3 Objects معروضة أول ما نفتح التطبيق المفروض بأنه كل أوبجكت يتم إضافته من قبل المستخدم يضاف إلى هذه الثلاثة بدل ما أنه أطبع هذه القيم الثلاثة ممكن نحذف هذا الشيء الآن عند الضغط على Add يعمل Validate وبعدها يعمل Save وبعدها المفروض يتم إغلاق النافذة والعودة إلى النافذة الرئيسية كيف يتم إغلاق النافذة عن طريق Navigator dot of context ومن ثم dot pop إذا pop يقوم بحذف النافذة أثناء البوب أثناء الحذف والرجوع أريد بأنه ترسل هذه القيم الثلاثة لأنه لحد الآن الآن يعطيني هنت بأن هذه القيم الثلاثة لن تستخدم أبدا في هذه الصفحة فكيف يتم استخدام هذه القيم الثلاثة أنه أرجع القيم الجديدة أثناء إغلاق الصفحة أرجعها أكيد إلى الصفحة الرئيسية فإذا بهذا المكان مرة ثانية ممكن أفتح هذه الأقواس وارجع اوبجكت كامل من الجروسري ايتم اذا بهذا الصوره جروسري ايتم كل اوبجكت من الجروسري ايتم يريد مني اي دي نيم كوانتيتي كاتيجوري بالنسبه للنايم اكيد سنعطيه الانتر نيم بالنسبه للكوانتيتي سنعطيه الانتر كوانتيتي بالنسبه للكاتيجوري سنعطيه سلكتد كاتيجوري وهنا نضع فارز حتى نقسم السطر بهذا الشكل ممكن نضع فارزه ايضا بهذا المكان بالنسبه للاي دي هنا عندنا مشكله المفروض بان نجلب يونيك اي ممكن بانه نستعين بمكتبه الديت تايم فيكون مثلا اليونيك اي دي هو عباره عن الوقت في اليوم والساعه والدقيقه والثانيه اكيد هذا ليس هو الخيار المثالي يعني لكن بالنسبه لتطبيقنا هذا الشيء نوعا ما يكفي فبالتالي ديت تايم دوت دوت تو سترينج اكيد حتى يقبلها مني على اعتبار انه هذا ال id هو سترينج فما يقبل مني date time فأحوله الى سترينج فبهذه الطريقة استعملت كل القيم المتاحة وبنيت بها object كامل من الجروسري grocery item ورجعت هذا الاوبجكت اثناء اغلاق الصفحة. السؤال هو رجعت هذا الاوبجكت اين ساستقبله؟ واين ساستفاد منه؟ المفروض بالصفحة الرئيسية يعني بهذا المكان فنذهب مرة ثانية في الـ ليست List بهذا المكان نرجع إلى الصفحة الرئيسية تلاحظ بهذا المكان إحنا عملنا Push بهذه الصورة اللي هو عند الضغط على هذه الـ إذاً عملنا Push إلى الـ New Item هذه البوش Push لو تلاحظ بأنه هي عبارة عن Future ونوعها Generic ممكن تكون بأي نوع فإذاً بما أنه هي Future أول خطوة أفكر بيها ممكن أحدد هذا النوع تي يعني أحدد نوع الإرجاع السبب لأنه أنا أعرف نوع الإرجاع المتوقع فبالتالي ممكن أحدد بهذه الصورة grocery item بهذا الشكل ومن ثم ممكن أستفاد من القيمة الراجعة بما أن القيمة الراجعة في المستقبل فممكن أنتظرها إما أن أستعمل الذين والكاتش إيرا أو أستعمل الأسينك أويت أنت حر استعمل أي واحدة من الطرق فعلى سبيل المثال لو تستعمل الذين بهذا الشكل فهنا الفاليو ستكون هي القيمة الراجعة سيكون هو عبارة عن grocery item كيف ستستفاد منه؟ ممكن بأن تنشئ لستة خاصة بك مثل ما أنه موجود عندي لستة بهذه الصورة فنفس الشيء أنشئها بالgrocery list يعني بهذا المكان سيكون عندي لستة فارغة بهذا الشكل وهذه الgrocery items ممكن طبعا تكون private والآن ممكن أضيف لها العنصر الذي جاء من صفحة الفورم فبالتالي بهذا المكان القيمة الراجعة اللي هي grocery or null طبعا ممكن احولها الى البلوك بودي ممكن احدد النوع حتى ما اخطا فاذا اول شيء ممكن يكون null فممكن اعمل تشيك عليها اذا كانت هذه الفاليو equal equal null فبالتالي مفروض return ممكن اعمل return بهذا الاسلوب حتى اخلص منه واذا لم تكن null المفروض بانه اضيفها الى the grocery item فاذا grocery item دوت آد واضيف لها الفاليو طبعا هذا الاسلوب اكيد خاطئ المفروض بانه ما انسى SetState طبعا تلاحظ بانه SetState اصلا هي غير متاحه السبب لانه اول ما انشانا هذا الكلاس ظهر بانه انشاناه بالستيتلس وجد المفروض احوله الى ستيتفل وجد في هذه الصوره طيب نرجع مره ثانيه المفروض بانه استعمل SetState في بهذا المكان واضع هذا السطر بداخل SetState ستيت الان الخطوه الاخيره بانه نعرض هذه الجروسري ليست بدلا من الجروسري ليست الموجوده بهذا المكان يعني من غير منطقي مثلا بأنه الشخص أول ما يفتح المتجر الخاص به يجد بأن هناك ثلاث عناصر افتراضية ولحد الآن لم يقم بإضافة أي عناصر فالمفروض بأنه أول ما يفتح التطبيق يكون فارغ وبعد ما يضيف العناصر المفروض بأنه تنعرض له بالصفحة الرئيسية نرجع مرة ثانية grocery list ونحاول بأنه نشغل هذه الليست بهذا المكان بالتالي بدل هذه grocery item اللي تأتي من الدامي data ممكن بأنه نحددها ونحولها إلى grocery item وبهذا المكان اصلا ما نحتاج الى هذا الدامي ايتمز ممكن انه نحذف الامبورت واذا تريد اصلا ممكن تحذف الملف من الاساس حتى تتخلص من هذا الملف فالان المفروض بانه التطبيق يعمل عندنا بشكل صحيح اول ما تفتح التطبيق يكون فارغ تقوم بإضافة أي عنصر لكوانتيتي على سبيل المثال 10 وتترك مثلا الفروت لو تضغط على اد المفروض بأنه يعمل لي فاليديت بعدها السيف بعدها يحفظ العنصر ويرجعني إلى الصفحة الرئيسية او تلاحظ بانه عندنا مشكلة طبعا المفروض بانه هذه الجروسري ايتم اكيد نعرفها خارج build يعني بهذا المكان وليس في build مثل تلاحظ بانه حاليا نو no بروبلم ممكن نضغط هوت ستارت من جديد لو نكتب فقط تيست ممكن نحدد مثلا كوانتيتي 10 ونضغط على اد شوف بانه فعلا تمت اضافة العنصر الان ممكن نعمل على بعض التحسينات اول شيء اول ما يفتح التطبيق المستخدم المفروض بانه يظهر له تيكست او اي رسالة تبين له بانه ليس هناك اي عناصر حاليا فكيف نبرمج هذا الشيء ممكن انه نعرف فاريبل وليكن نوعه وجت بهذه الصورة وليكن اسمه content إذا المحتويات فبالتالي هذا سيكون كونست center بداخل center child بداخل child هناك text بداخل text سنضع مثلا no item ليس هناك أي عنصر تمت إضافته لحد الآن ومن ثم semicolon والآن بهذا المكان ممكن أنه أتحقق إذا كان الجروسري item is not empty فإذا كانت الجروسري item empty فالمفروض بأنه أعرض هذا الكونتنت مجرد أنه أعرض نص no item added yet لحد الآن لم تقم إضافة أي عنصر لكن إذا لم يكن فارغ فالآن سأعرض هذه المحتويات الخاصة بي اللي هي عبارة عن ليست فإذا المفروض بهذا المكان البادي أخذ كات وأضع بهذه الصورة وأكيد أضع السيمي كولوم بهذا المكان فاذا الان ببساطه الكونتنت هذا طبعا هذا سيكون كونتنت equal تو ومن ثم الكونتنت هذا ممكن اضع بهذا الصوره واقسم السطر اذا معنى هذا الكلام انه البادي سينعرض دائما content والكونتنت هذا مبدئيا سيكون عباره عن هذا التكست فتلاحظ بانه هو عرضه بشكل طبيعي ومتى ما اضيف اي عنصر بهذه الطريقه اضغط على اد نشوف بانه يحذف التكست ويعمل لي هذه الليست في دوت على اعتبار ان الجروسري ايتم لم تعد هي تي النقطه الاخرى لو اريد احذف هذا الايتم فاجعله ديسمسبل فاذا بهذا المكان في الليست ستايل هو المسؤول اكيد عن عرض هذا الايتم كله فبالتالي نحيطه بوجد واسم هذه الوجد سيكون هو ديسمسبل هذه الديسمسبل فيها Required باراميتر اللي هو الكي ضروري بانه نعطي لكل واحد يونيك كي فبالتالي هذا الكي ياخذ مني اكيد فاليو كي وهنا ممكن تعطيه الفاليو وحرفيا ممكن تكون الفاليو اي شيء تلاحظ بهذا المكان الفاليو عبارة عن دايناميك فبالتالي اليونيك فاليو الخاصة بنا اكيد ستكون the grocery اوف اندكس دوت بهذا الشكل على اعتبار انه الاي دي اسمه المفروض بان تكون متشابه بالاضافة الى الكي استفاد من الـ dismissable بالبروبرتي اللي اسمها اون on dismiss يعني عندما اعمل هذا السواب او dismiss المفروض بان يتم حذف العنصر اول شيء موضوع الأون on dismiss تعطيني dismiss direction في هذه الصورة لو انت تيت على حساب الـ direction اذا كان من اليمين اليسار او من اليسار الى اليمين لكن انا ما يهمني هذا الـ direction فبالتالي ساضع underscore بهذا الشكل ومن ثم احاول انفذ الفاكشن المفروض بانه عن طريق الـ grocery item دوت remove أقوم بحذف العنصر كيف سأصل الآن إلى العنصر عن طريق مرة ثانية The grocery item of index ومن ثم السمي كولر. حتى يكون هذا الكود الخاص بي صحيح أكيد أستعمل set state بهذا الشكل لا ننسى بأنه للإضافة والحذف أنا أستعمل set state دائما حتى تتحدث هذه الليست ويعمل rebuild للوجد طيب نتأكد من هذا الكلام تلاحظ بهذه الصورة أنا عندي عنصر هذا العنصر المفروض يكون قابل للدسمس الآن لو أعمل له dismiss نشوف بأنه تم حذف العنصر وبما أنه هو عنصر واحد وعمل له ريموف فصارت هذه ال آيتم item هي فارغة بما أنه هي صارت فارغة فرجعني مرة ثانية على المحتوى الأول فبالتالي no item added yet لحد الآن لم تقم بإضافة أي عنصر